السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد درس جديد من دروس الصف الثاني الابتدائي لمادة التربية الدينية الإسلامية، واليوم سنحكي قصة ناقة سيدنا صالح عليه السلام. وهذه القصة هي التي أنزل الله عز وجل فيها سورة الشمس، وهي سورة مكية، والتي يقول فيها سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. وفي هذه السورة، وهي وسورة الشمس، هي سورة مكية أنزلها الله عز وجل على عبده في مكة، أي عبده هنا تعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة أزكى السلام. وأنزلها لكي نتعلم من الدروس التي توجد في سورة الشمس، أي نتعلم ما يقصده الله عز وجل من توعية الناس، وما يريد أن يرشدنا إليه من الصلاح والتقوى. وفي سورة الشمس يقسم الله عز وجل بجميع الظواهر الكونية الذي تفرد وحده بخلقها، فالله عز وجل هو من خلقنا وخلق جميع ما يوجد على الأرض. فهنا يقسم الله عز وجل بالشمس ويقول: والشمس وضحاها، أي والشمس التي خلقها الله سبحانه وتعالى ووهبها للناس أجمعين، وما تشعه لنا من نور وضياء وتنير الكون كله. هذه الشمس التي خلقها الله عز وجل هو وحده القادر على جعلها بهذا الشكل، هو وحده الذي خلقها وجعلها إفادة للناس أجمعين فيقسم بها. والقمر إذا تلاها، القمر الذي يأتي ليلا بعد الشمس ويعكس نور الشمس ويضيء أيضا لنا ليلا. والنهار إذا تلاها، من يبرز إضاءة الشمس؟ الشمس تظهر في النهار وتضيء لنا جميعا، إذن النهار هو الذي يبين ويظهر ضوء الشمس وشعاعها. في النهار تظهر الشمس وتضيء لنا جميعا لكي نعمل ونذهب إلى أعمالنا ونمارس حياتنا بطريقة طبيعية. والليل إذا يغشاها، يغشى أي شيء؟ يغشى نور الشمس، يغشى بمعنى يغطي. الليل إذا يغشى أي يغطي ضوء الشمس عفوا. فعندما يذهب النهار يأتي الليل بعتمته وظلامه لكي يستكين الناس ويهدأوا وتهدأ نفوسهم جميعا ويبدأوا في الراحة والنوم وهكذا. إذن هنا الشمس والقمر هما شيئين عكس بعض، الشمس تأتي لتنير لنا نهارا والقمر يضيء لنا ليلا. والنهار والليل أيضا شيئين متضادين، وجميع هذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى والذي تفرد بخلقها هي تعتبر آيات كونية يوضحها الله سبحانه وتعالى للناس ويبرز لهم بأنه خلق لهم كل هذه الأشياء للمنفعة لكي يستفادوا وينتفعوا منها.
لماذا؟ لكي نسبحه كثيرا ونحمده كثيرا ونشكره على هذه النعم ونؤمن بوحدانية الله. ويكمل الله عز وجل ويقول: والأرض وما طحاها. الأرض التي نعيش عليها جميعا، هل هي واسعة أم ضيقة؟ طبعا الأرض اللي احنا بنعيش عليها هي واسعة جدا، فتشمل جميع المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، فنحن جميعا نعيش على هذه الأرض وننتفع بها، نأكل ونشرب ونمارس حياتنا بشكل طبيعي. إذن الأرض وما طحاها، أي مدها، و يعني بمعنى أن الأرض واسعة وتشمل جميع مخلوقات الله عز وجل، ونفس وما سواها. من الذي خلقنا وهيئنا في هذا الشكل والصورة؟ الله عز وجل وحده هو القادر على هذا الخلق، لولاه لكنا تماثيل ليس بها روح. إذن ونفس وما سواه، يقسم الله عز وجل بخلقه للنفوس، فهو الذي خلقنا وسونا في أحسن وأكمل صورة، فألهمها فجورها وتقواها، أي أن الله عز وجل عندما خلق كل نفس أهداها سبيل الخير والشر، فكل نفس يوجد بها جانب الخير ويوجد بها جانب الشر. قد أفلح من زكاها. من الذي فاز؟ يفوز من طهر نفسه من جانب الشر واستكان واستهدى وامتثل لأوامر الله عز وجل، فآمن به وآمن بجميع مخلوقاته. وقد خاب من دساها. دس أي شيء؟ أي الذي طغى، الذي لم يخفي ولم يطهر جانب الشر بداخله. قد خاب، أي كي فشل، إنه فشل في الدنيا، وأنه أيضا لن يفوز برضا الله، ويكون عقابه في الآخرة النار. كذبت ثمود بطغواها. هنا يعطي الله لنا مثال، يعطي الله لنا مثال لجميع الآيات السابقة. كذبت ثمود بطغواها، يعني هنا ربنا عايز يقول لنا زي قوم ثمود الذين كذبوا بطغواهم، يعني هم قوم كاذبين وطغوا في الدنيا، لم يستجيبوا لأوامر الله عز وجل ولم يأتمروا بأمره، بل إنهم طغوا أيضا في لم يستجيبوا لدعوة سيدنا صالح، وطغوا في الأرض، وأيضا مسوا الناقة التي جعلها الله عز وجل لهم معجزة، فكل هذا يعتبر من باب الطغيان. إذ انبعث أشقاها. انبعث أشقاها، المقصود هنا بأشقى أشقياء القرية، يعني أشقى القبيلة وأشرسها، وهو كان يسمى قدير بن سالف، وهو تحديدا من قام بعقر الناقة. فهنا يحذر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم والناس أجمعين من أن لم يعني لا يجعلوا أن الجانب السيء أو جانب السوء بداخلهم يطغى على جانب الخير، فيجب دائما أن نطهر أنفسنا من هذا الشر. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. من الذي قال؟ رسول الله. من رسول الله المقصود هنا؟ المقصود به سيدنا صالح عليه السلام، إذ بعثه الله عز وجل في هؤلاء القوم لكي يرشدهم ويهديهم لترك عبادة الأصنام وترك الشرور ورجوع لله عز وجل وعبادته وحده دون أي شيء آخر أو دون أي إله آخر. قال لهم ماذا؟ قال لهم ناقة الله وسقياها. هنا يريد الله أن يقول بأن قد بعث لهم معجزة كما طلبوا، وهي الناقة، وتنسب هنا الناقة لله عز وجل لبيان أنها ليست ناقة عادية، بل إنها ناقة من عند الله، جعلها آية أو جعلها معجزة ليهدي بها هؤلاء القوم. وسقياها، أي السقي اللي هي تشرب وتأكل من خير الله في الأرض. فكذبوه فعقروها. فكذبوا بالله وكذبوا بدعوة سيدنا صالح فعقروها، أي ذبحوها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. هنا بقى ينتقم الله عز وجل من القوم الذين كذبوا بسيدنا صالح عليه السلام أشد الانتقام، ويجعلهم عبرة لمن لا يعتبر. فأنزل بهم العذاب، فجعل من فوقهم الصيحة ومن من تحتهم الرجفة، فأبادوا جميعا وماتوا في بيوتهم. ولا يخاف عقباها. الله عز وجل لا يخاف أن
يأتي بعقابه للعباد. إن الله عز وجل لا يخاف أن يأتي بالعقاب للعباد، طالما أمهلهم الهداية وجعل لهم رسول يهديهم، ووهب لهم أيضا معجزة لكي يهتدوا ويمتثلوا الأوامر، ولم يستجيب أحد، إذا لابد أن يأتي عقاب الله عز وجل. هنا بناخد بعض التفسير المبسط لكلام الله عز وجل لتفسير الآيات. فيقسم الله عز وجل بآياته الكونية التي ترفع وحده بخلقها وتسخيرها للبشر لينتفعوا منها وليثبت عليهم قدرته سبحانه وتعالى في الخلق والتسخير. فوهب لنا الشمس بنورها الساطع نهارا لتضيء لنا، وهو أيضا وحده القادر على تغطية هذا النور ليلا، وظهور القمر الذي يعكس أشعة الشمس. وليس ذلك فقط، بل يقسم عز وجل بالسماء التي رفعها دون أعمدة، والأرض التي تتسع لجميع الكائنات لتعيش عليها وتنتفع بخيرها، وتلك النفس البشرية التي خلقها الله وسواها في أحسن صورة ووهبها الخير، فقد أفلح ونجح، وفاز من طهر نفسه من جانب الشر والبغض، وخاب وفشل من جعل هذا الجانب يفسده ويشقيه ويعذبه في الدنيا مثل قوم ثمود. اللغويات الموجودة عندي في سورة الشمس: جلاها بمعنى أظهر الشمس للناس، يجلي الشيء يظهره ويبرزه. وما الذي يبرز ويظهر الشمس؟ يبرزها النهار، فالشمس لا يبان ضوئها ولا يبان شعاعها إلا في وجود النهار. إذن جلاها بمعنى أظهرها وبينها وأوضحها، يغشاها بمعنى يغطي الشمس حين تغيب فيعم الظلام. الشيء الذي يغشى هو الشيء الذي يغطى، فالله عز وجل كما أنه استطاع أن يظهر الشيء، استطاع أيضا سبحانه أن يغطي بأمر منه. إذن يغشاها بمعنى يغطي الشمس حين تغيب فيعم الظلام. طحاها بمعنى مدها وبسطها، طحاها بمعنى مدها وبسطها، يعني ربنا هنا عايز يوضح لنا مدى اتساع الأرض وامتدادها وقدرة الله عز وجل على أن يخلق لنا شيئا يحتوينا أجمعين. قد أفلح من زكاها أي من طهرها، قد أفلح من زكاها أي من طهر النفس. طهر أي شيء، الهاء هنا عايدة على النفس، النفس البشرية. قد نجح وفاز في الدنيا من استطاع أن يطهر نفسه من الشرور، ومن الشرور اللي هي الذنوب، يعني ما نسمعش كلام أنفسنا في الشر. وقد خاب من دساها، خاب من دساها أي خاب من لم يطهر نفسه من تلك الذنوب. وسقياها أي دعوا الناقة تشرب من رزق الله، خلقها الله عز وجل وتركها تسعى في الأرض وتشرب من رزق الله، فسقياها هنا بمعنى ترك الناقة تشرب من رزق الله. السقي هنا بمعنى الشرب. فكذبوه فعقروها، لم يؤمنوا بالله ولم يأتمروا بأوامره. هنا يريد الله أن يوضح لنا بأنه بعث لهم هذه المعجزة لكي يهتدوا وليؤمنوا وليتركوا عبادة الأصنام، ولكنهم كذبوا بهذه المعجزة، فنتج عن ذلك بأنهم عقروها أي ذبحوها، ومن هنا يأتي عقاب الله عز وجل. إذن هيا بنا لنتعرف على قصة قبيلة ثمود ونبيهم سيدنا صالح عليه السلام، ولماذا أنزل الله عز وجل فيهم سورة الشمس. اقرأ معي: أرسل الله تعالى سيدنا صالح عليه السلام إلى قبيلة ثمود وأيده بمعجزة منه ليصدقه قومه، فكانت ناقة عظيمة تشرب الماء من البئر يوما وتعطيهم في اليوم التالي اللبن، وحذرهم من ألا يشربوا من هذه البئر في اليوم الذي تشرب الناقة فيه.
أمر سيدنا صالح عليه السلام قومه بألا يمسوا الناقة بسوء حتى لا يعذبهم الله. كذب قوم ثمود نبيهم، واجتمع 9 منهم فعقروا الناقة، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب من السماء والأرض فأهلكهم جميعا. إذا تتحدث قصتنا اليوم عن قبيلة كانت تسمى بقبيلة ثمود، وقبيلة ثمود هي القبيلة التي جاءت بعد قوم عاد، وهم كانوا يسكنون شبه الجزيرة العربية والتي تسمى الآن بالمملكة العربية السعودية. وبعث الله عز وجل فيهم نبي منهم يهديهم إلى طريق الرشد والصلاح والخير، ويدعوهم إلى ترك عبادة الأصنام وعبادة الله عز وجل وحده. وهذا النبي هو سيدنا صالح عليه السلام. وقد أنعم الله عز وجل على قوم ثمود بالعديد من النعم، منها أنه خلق لهم الأشجار، وخلق لهم النخيل التي تطرح لهم الثمار، كما وهب لهم الجبال ينحتون منها بيوتا لهم وقصورا لأغنيائهم. وفي يوم اجتمع سيدنا صالح عليه السلام بقومه، وطلب منهم بأن يهتدوا وأن يمتثلوا لأوامر الله عز وجل، وأن يؤمنوا بالله وحده، وأن يتركوا عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. بل أن قوم عاندوا، وذلك لأن الكفار يكونوا يتصفوا بالعند، يعني لا يمتثلوا لأوامر الله. الكافر يكون عنيد يعند. فاجتمع بهم سيدنا صالح وطلب منهم أن يؤمنوا بالله عز وجل وحده، وأن يتركوا عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. ولكنهم رفضوا، يعني رفضوا دعوة سيدنا صالح، وظلوا على كفرهم وعنادهم، بل اشترطوا عليه أن يأتي لهم بمعجزة. ما معنى كلمة معجزة؟ معجزة هو الشيء الذي يعجز الإنسان البشري العادي عن القيام به أو فعله. يعني مثلا، هل تستطيع أنت أن تخلق طير؟ أو هل تستطيع أن تخلق شمس؟ هل تستطيع أن تخلق قمر؟ معاذ الله، لا نستطيع أن نخلق ما يستطيع الله وحده أن يفعله. إذن المعجزة هو شيء غير طبيعي، أو شيء غير عادي، شيء غير مألوف، يكون بمثابة آية وعلامة ودلالة على قدرة الله عز وجل بأنه يستطيع أن يفعل أي شيء. فوحده سبحانه هو القادر على الخلق والتدبر وفعل أي شيء، فهو يقول للشيء كن فيكون. إذا المعجزة هو الشيء الذي يعجز الإنسان البشري عن القيام به، أو شيء غير مألوف، شيء غير عادي. فطلبوا منه أن يأتي بمعجزة علشان يصدقوا سيدنا صالح عليه السلام، ويصدقوا دعوته، ويتبعوا دينه، ويؤمنوا بالإله الذي يدعوهم إلى عبادته، وهو الله عز وجل. وحددوا له هذه المعجزة، يعني طلبوا منه أن المعجزة دي تكون شيء معين. يا ترى ايه المعجزة اللي هم طلبوا منه؟ طلبوا منه ان يخرج لهم من الجبل، او تحديدا كان في صخرة في الجبل، فطلبوا منه ان تنشق هذه الصخرة ويخرج منها ناقة، والناقة هي انثى الجمل. يوجد حيوان يسمى الجمل، والانثى منه من كل شيء من المخلوقات يوجد الذكر والانثى، المذكر والمؤنث. فالجمل أنثاه تسمى ناقة، فطلبوا منه أن يخرج لهم من هذه الصخرة ناقة. والناقة تكون بمواصفات خاصة من باب التعجيز، كانوا يريدون أن يعجزوا سيدنا صالح حتى لا يستطيع أن يأتي لهم بمثل هذه المعجزة، فلا يؤمنوا به، بل ويسعوا إلى تضليل جميع قوم ثمود، فلا يؤمنوا بإله سيدنا صالح عليه السلام. فأمروا أن تكون الناقة طويلة، تكون ولودة، تكون عشار، يعني تحمل في أو تحمل بداخلها جنين لها. بعد أن طلبوا منه هذه المعجزة وحددوا له بعض المواصفات الخاصة، وأن الناقة دي هتخرج من الصخرة، لأن يعني من باب برضو التعجيز، لأن لا يمكن أن تخرج من هذه الصخرة الصماء شيء يتحرك أو كائن حي.
وبالفعل ذهب سيدنا صالح عليه السلام إلى مصلاه ودعا ربه بأن يأتي فعلا بهذه المعجزة لكي يهدي قومه إلى طريق الخير والصلاح ويعبدوا الله الواحد القهار ويؤمنوا به. وبالفعل استجاب الله عز وجل إلى نبي الله صالح وأرسل في هؤلاء القوم هذه المعجزة، فانشقت الصخرة وخرج من بينها الناقة بمواصفات خاصة، وكانت بالفعل بها بعض الأشياء المذهلة، فكانت فعلا عشار، يعني كانت تحمل في أو تحمل بداخلها جنينا لها. إذن هنا استجاب الله عز وجل لدعوة سيدنا صالح وأرسل فيهم معجزة. وما هذه المعجزة؟ هي الناقة. ما معنى كلمة معجزة؟ وضحنا أن كلمة معجزة هي التي نعني بها الشيء الغير عادي والشيء الغير مألوف الذي نعجز عن فعله وتحقيقه. ولكن الله عز وجل قد حدد بعض الأوامر والشروط لهذه الناقة، فأمر قوم ثمود بألا يمسوا هذه الناقة بسوء، لأن هذه الناقة هي معجزة أتت لدور معين هو هداية هؤلاء القوم لعبادة الله عز وجل، وقد نسبها الله عز وجل لنفسه فقال ناقة الله، أي أنها معجزة من عند الله عز وجل، فليست ناقة عادية. قال ناقة الله أي أنها معجزة وليست بناقة طبيعية قد جاءت لدور معين وهو هداية الناس لعبادة الله عز وجل، فأمرهم بألا يمسوها بسوء ويتركوها تسعى في الأرض تأكل وتشرب من رزق الله. وكان يوجد لقوم ثمود بئر من الماء يشربون منه، فقال لهم سيدنا صالح بأن الناقة ستشرب يوما على أن يشربوا هم في اليوم الآخر من البئر، إذا الناقة ستشرب يوما وهم يشربون اليوم التالي لهذا اليوم بالتناوب، هم يشربون يوما والناقة تشرب يوم. ومع ذلك فإن الناقة سوف تضر لهم الكثير والكثير من اللبن الذي يكفي القرية بأكملها، مقابل هذا الماء الذي تشربه الناقة تضر لهم اللبن، أي تعطيهم اللبن الكثير ليستفادوا جميعا منه. ولكن اجتمع جميع أبناء القرية أو القبيلة ولم يعجب بعض الكفار منهم الأمر. لماذا؟ ذلك لأن عندما وهب الله عز وجل هذه المعجزة للقوم آمن بسيدنا صالح الكثير من الناس. الله عز وجل قد وهب لهم هذه المعجزة، أخرج لهم من الصخرة الصماء ناقة تتحرك وتدر لبن وتمشي وتسعى وغيره، فآمن به الكثير من الناس. هذا ما أزعج كفار القبيلة فاجتمعوا على أن يتخلصوا من هذه الناقة. ماذا فعلوا؟ اجتمع 9 من أشرس أبناء القبيلة واتفقوا على أن يقتلوا هذه الناقة، خاصة بعد أن وضعت مولودها، وبدأ هو أيضا في أن يشرب وينتفع من الماء، وهذا الشيء كان يغضب أو يزعج أبناء القبيلة أو اللي احنا هنقول عليهم أو هنسميهم أشرس القبيلة وأكثرهم كفرا وعنادا. ولكن هذا الشيء الخفي الذي كان يزعج كفار القبيلة والشيء الواضح والمعروف بأنهم كان يزعجهم إيمان الناس بهذه المعجزة وتصديقهم لسيدنا صالح عليه السلام الذي دعا ربه فاستجاب له ربه وأهدى له هذه المعجزة، وهي تلك الناقة التي تشرب من الماء وتضر لهم اللبن الكثير. فاجتمع تحديدا 9 من أشرس الرجال القبيلة واتفقوا على أن يتخلصوا من هذه الناقة، على الرغم من أن الله عز وجل قد اشترط عليهم بألا يمسوا هذه الناقة بسوء، إلى أنهم اتفقوا على أن يتخلصوا منها. لماذا؟ ليتخلصوا من سيدنا صالح أيضا ودعوته ودينه والإله الذي يدعو إلى عبادته وهو الله عز وجل. وبالفعل اجتمع 9 من أشرس أبناء القبيلة واتفقوا على أن يتخلصوا من الناقة بذبحها أو عقرها.
وفعلا قام بهذا الفعل الشنيع واحد من أشرس أبناء القبيلة، كان يسمى قدار ابن السالف. فانتظر ليلا، وكانت الناقة في ثبات عميق، كانت نائمة، وبدأ في عقرها وذبحها، وكان معها مولودها. فعندما بدأوا في ذبحها، ذهب مولودها إلى الصخرة مرة أخرى. وهنا علم سيدنا صالح عليه السلام بأن هؤلاء القوم قد ذبحوا الناقة وعقروها ومسوها بسوء. فذهب لهم سيدنا صالح وقال لهم: ألم أقل لكم أن تتركوا الناقة ولا تمسوها بسوء؟ ولكنهم يعني ظلوا على كفرهم وعنادهم، بل وعاندوا أكثر وأكثر، فقالوا له: ها قد مسسنا الناقة بسوء، فأتي بعذاب من عند ربك كما وعدتنا. وهنا تحدي كبير لسيدنا صالح عليه السلام، وتحدي لله عز وجل في أنه يعني تشكيك في قدرة الله عز وجل، في أنه لا يستطيع أن يأتي بعذاب لهؤلاء القوم. وبالفعل قال لهم سيدنا صالح: تمتعوا في دياركم 3 أيام، أي يعني يجلسوا في بيوتهم وينتظروا عذاب ووعيد الله عز وجل لما فعلوه بالناقة. وبالفعل جلسوا في بيوتهم 3 أيام، وحدث كالآتي: في اليوم الأول، وكان يوم الخميس، بدأت وجوه قبيلة ثمود في الاصفرار، أي أصبح لونها شاحب، لون مصفر. أما في اليوم الثاني، وهم ظلوا كما هم على كفرهم وعنادهم رغم هذا الوعيد وهذا العذاب الذي سيلحق بهم. وفي اليوم الثاني، وهو يوم الجمعة، قد احمرت وجوههم، أي أصابتها الحمرة، وهو نوع من أنواع التمهيد لعقاب والعقاب اللي ربنا سبحانه وتعالى سوف يلحقه بهم. وفي يوم السبت قد اسودت وجوههم، أي أصبحت سوداء، وهذا تمهيد لعذاب عظيم سوف يأتي الله عز وجل بهم. أما في يوم الأحد، فأنزل الله عز وجل عذابه الشديد بقوم ثمود ليجعلهم عبرة لجميع القوم الذين يأتون بعدهم لعبادة الله عز وجل، وأن يمتثلوا لأوامره، وألا يعندوا ولا يظلوا على كفرهم. فماذا حدث؟ أرسل الله عز وجل من فوقهم صيحة، والصيحة هي الصرخة، صرخة كبيرة جدا تهتز لها الأرض. وأرسل أيضا عليهم رجفة من الأرض، أي هزة كبيرة جدا من الأرض. هذه الصيحة والرجفة أدت إلى موت جميع هؤلاء القوم، فظلوا في بيوتهم جاثمين بهذا الشكل، أي ساكتين وساكنين، ماتوا في بيوتهم، تيبثوا على هذا الوضع من شدة العذاب وقوة الرجفة والصيحة التي أرسلها الله عز وجل بهم. وقد اختص الله عز وجل 9 الذين اتفقوا على قتل والغدر بالناقة بأن ألحق بهم عذاب خاص، وهو أرسل عليهم طير من السماء كطير الأبابيل، كنوع من أنواع شدة العقاب أو الفتك بهم. من هنا نعرف بأن الله سبحانه وتعالى قد بعث في هؤلاء القوم سيدنا صالح ليهدي الناس ويرشدهم لطريق الخير ويدعوهم لعبادة الله، ولكنهم ظلوا على كفرهم وعنادهم واشترطوا عليه معجزة وهي الناقة، وأرسل الله عز وجل لهم هذه الناقة، وفعلا انشقت الصخرة وخرج منها الناقة كمعجزة إلهية من عند الله عز وجل. وأمرهم الله بألا يمسوا الناقة ولا يقربوها بسوء، ويتركوها تسعى وتشرب وتأكل من رزق الله، ولكنهم ظلوا على كفرهم وعنادهم وغاروا من سيدنا صالح ومن دعوته ومن الذين بدأوا في اتباعه، وأرادوا أن يتخلصوا من هذا الدين الجديد، فقرروا أن هم يذبحوا الناقة ويتخلصوا منها. ومن هنا نزل عليهم عذاب الله الشديد، فكانت صيحة من السماء، صرخة شديدة جدا وهزة أرضية
كبيرة فأدت إلى موتهم في بيوتهم. ومن هنا نتعلم بأن الكفر والعناد أدى إلى عذاب مصيري، وهو عذاب شديد من الله عز وجل. ونتعلم بأن لابد أن نمتثل لأوامر الله عز وجل ونسمع كلامه في جميع الأشياء والأوامر التي أمرنا بها، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم ونحن لا نعلم، وهو عنده حسن الختام وحسن المصير. ومن هنا انتهت قصتنا اليوم، قصة سيدنا صالح وقومه قوم ثمود. نتمنى أن يكون درس بسيط وسهل، وأن أنتم تكونوا استفدتوا، ونلقاكم إن شاء الله في قصة جديدة ودرس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.